دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. بايدن يدعو طالبان للإفراج عن آخر رهينة أمريكي. مارك هذا تم يعني اعتقاله أو تم إلقاء القبض عليه في أفغانستان منذ عامين. دعونا نلقي نظرة في الختام على التفاصيل السريعة التي جاءت في هذا الأمر. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة حركة طالبان الأفغانية إلى إطلاق سراح مارك الأمريكي الذي تم اعتقاله أو إلقاء القبض عليه أو تم اختطافه كما تقول الصحافة العالمية قبل عامين. يعتقد أنه آخر رهين أمريكي تحتجزه الحركة. قال بايدن في بيان له إن تهديد سلامة الأمريكيين أو أي مدنيين أبرياء أمر غير مقبول على حد قول بايدن، ولكن قطعا هذا الأمر يأتي في سجلات دبلوماسية حركة طالبان تود من الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف به، ثم بعد ذلك ستنتهي كل أمور على ما أعتقد وفقا لتلك المحادثات التي جرت في أوسلو والتي جرت أيضا في قطر وعدد من الدول العالمية. وصلت مع حضراتكم متابعينا الكرام بهذا الأمر لختام حلقة الليلة من برنامج رأيي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دمتم في حفظ الله ورعايته.